لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحه عليا. ايه ده والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحه عليا، ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي كده. اه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني، خشي خشي. طلعينا البريلو وحمرينا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده في همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما اعرف مين ده. بقول لك ايه، انت كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما اعرفش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. اه افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. يا نهار اسود، يا نهار اسود، اختفي هنا اختفي هنا. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس يا نهار اسود. ايوه افتح. انت مش مصدقني؟ ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي دي؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مين المطعم يا فندم؟ حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل، ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده؟ ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها، بس حضرتك ما ادتناش فرصه. دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بهدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع على بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعة؟ فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل، انا هطلع ابوسها وانزل على طول بس بعد اذنك، انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ اي اي انا خله خله في الملافله تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس، لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه، فيها عم سيف نبقى نجري ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا. I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمر سكسي بكتير عن شكلك العادي، والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. بسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل، انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه، واحنا التلاته جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت بتعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه، هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس، عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه، احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجله. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجله بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابه النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتباعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه واحنا مش قد المقام؟ هو ايه الصوره اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب، صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده تبهرك. شريهان انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه، هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطه بضراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم، وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ أنا لا يمكن أبلغ عنكم أبدا. تبلغ يبقى أنت حاطط في دماغك اللي أنت تبلغ. لا لا، انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة.
هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحده 50,000؟ شفته؟ مجرد سؤال على فكره. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصريه مع ضحايا المجرمين. لا انا نجيت من الموت باعجوبه باعجوبه بجد، والبنات دول اول ما اتكلمت معاهم عرفت ان فيهم حاجه مش طبيعيه بجد. وانا احب اولا اشكر جمهوري العزيز طبعا بيطمن عليا، واحب اوصل رساله للبنات دول. انتوا عايزين ايه من الفنانين؟ عايزين مننا ايه؟ عشان احنا الحيطه المايله يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه، العصابه الخطيره، خطيره ولا فطيره تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبس. وكمان بابي، انا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي، والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز اقول لك حاجه يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح ان الميول العدوانيه تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتاصله. افكرك؟ لا لا اسمحي لي افكرك نيلي، من فضلك ما تقاطعنيش. فاكره في حفله عيد ميلادك لما جبت لك الاستاذ سمير اسكندراني وولعت له في الدوغلاس؟ ينفع وبيغني اغنيته الجميله يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا؟ يا جماعه بابي فاهم غلط، انا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. ايوه اكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وابو يا بلحهم. معرفش مش فاكره انهي اغنيه بالظبط. نيلي يا بنتي الهرب لا يفيد، وانا احسن مثال قدامك، حاولت الهرب كتير وفي الاخر ما تقفش. نيلي الجريمه لا تفيد، وحشتيني. يا جماعه يلا نمشي من هنا بسرعه، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حته هنروح هتبقى مترقبه. بالظبط، وما تنسوش ان الناس دلوقتي بقت عارفه شكلنا، يعني اي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. انت مثبت ليه في ال 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفه قوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق. ما اكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. ايه بتشي يا صح، شفتي البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والزبيده حلوه، والزبيده حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجر كلمينا الديلا عشان نسكور. ماشي هجيب لكم جودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي تحقيق كده احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك فين العيال اصحابك انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايزني اصدقك؟ طب علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم، سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم لو عرفت علقني بقى ابقى علقني وريني بقى. اه هعلقك. علقوه يا باشا، ده تقيل قوي يا باشا، ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضة دي يا فندم؟ عاجبك المحمضة دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. أرجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الأرض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكرة حلوة جدا. الله ينور يا فندم، أنا بس هديك ظهري أنا آسف. ها حبيبي براحتك، أنت مش غريب، اتفضل اتفضل. بالراحة يا رجالة. ها لطيف قوي الولد ده.